قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان الجاحد لنعم الله يقبل على الله بإخلاص عند الشدة ثم يعرض إذا زالت الشدة، هذه طبيعة أهل الجحود. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، أي الريح الذي تكسر كل شيء، قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قبل أن أحدثكم عن هذه الآيات أذكر لكم حادثة مرت معي وأنا في الفضاء. كنا في رحلة في طائرة متجهة بنا من القاهرة إلى دمشق، وكانت تطير على علو مرتفع فوق الغيم وفوق البحر، بحر الأبيض المتوسط، وكانت المضيفات توزع طعام العشاء تحتنا الغيوم البيضاء وفوقنا شعاع القمر. وكان بجانبي من طرف اليسار رجل أو شاب يناقش جاره فيقول له: ما في الله؟ وين الله يا أخي؟ هذا كلام سمعته من نانتك، سمعته كذا، ما في الله. وذاك يناقشه والآخر. نحن في هذه الحالة فهوت الطائرة، لم تهوي جيوبا هوائية 10 أمتار أو 3 أمتار أطبات، لا، قلنا جميعا أنها هوت أكثر من 100 متر وقاربنا من البحر، هكذا توهمنا. هبطت ولم تتوقف ثم عادت. في هذا الهبوط الشديد الناس جميعا صاحوا يا الله، فانتبهت إلى الجار بالطرف اليسار الذي كان يقول لجاره: ما في الله، وإذا به أكثر الناس ارتفاعا في صوته ينادي: يا الله، يا رب أنقذنا، يا رب ارحمنا، يا رب. من أين جاء الله إلى لسانه؟ قبل قليل كان يقول ما في الله، كذاب، يكذب على نفسه ويكذب على الآخرين، كما قال تعالى: جحدوها وأيقنتها قلوبهم. يجحدون الحق وفي قلوبهم موجود الحق، ولكن يريدون أن يسكتوا صوت القلوب، يسكتوا صوت الحق في أنفسهم لئلا يقول لهم واحد: هذا حلال وهذا حرام، طيع الله. لا، هو يريد أن يطيع العبيد من شياطين الإنس والجن يحصل مصالحهم. ولكن عندما تأتي الشدة وتصبح القضية حياة أو موت، هنا ما في القلب من حقيقة يخرج على اللسان فيناجي ربه. وهذا ما يذكرنا الله تبارك وتعالى به بالنسبة للإنسان الجاحد الذي يجحد نعم الله، فهو في قرارة نفسه يعلم أن كل شيء بيد الله، إنقاذ السفينة في البحر أو في الجو بيد الله،
وليس بيد ربان السفينة. لذلك الناس في الجو عندما صاحوا يا الله ما صاحوا يا ربان الطائرة، ماذا فعلت؟ لم يفعل شيء، ولا يريد أن يموت. فربنا تبارك وتعالى يقول وإذا مسكم الضر في البحر، الشدة في البحر، كثر الهواء وأشرفتم على الغرق، ضل من تدعون إلا إياه، يعني ضاع من قلبكم ومن عقلكم ومن ذهنكم ومن تفكيركم كل الذين تدعونهم من دون الله. هؤلاء الذين تسمعونهم أحيانا يقول يا حسين يا حسين يا حسين، حسين منه؟ من أحد صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحبه ولكن لا نعبده. فهؤلاء الذين يصيحون يا حسين، حسين ينقذهم بالشدة، حسين يخلق، حسين يفعل، حسين يمنع، هؤلاء مشركون عندما يدعون غير الله. فوقت الشدة ضل من تدعون، يتركون دعاء الأصنام ودعاء المعبودات والشعارات وكذا، ويدعون الله وحده لا شريك له من قلوبهم مخلصين. ضل من تدعون إلا إياه، دعاء تدعونه بإخلاص. فلما نجاكم إلى البر، استقرت السفينة وصلت للبر ونجوتم، أعرضتم عن الله، نسيتوا اللي كنتوا عم تدعوا، نسيتوا الله، برجعوا هذا لا معبوداته، هذا المقدساته، هذا الشعاراته وأوامر الله، وقلبكم اللي اعتقد قبل قليل اعتقاد جاذب أن الأمور بيد الله وهو وحده الذي ينقذكم، نسيتموه وأعرضتم عنه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وكان الإنسان كفورا، الكفران الستر، يستر نعم الله، يستر ما يفعله الله به من إنقاذ، من إعراض، من حياة، من إنقاذ، من شدة، كل هذه يسترها وينساها. وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أن تنهار بكم الأرض خسفا فتغيبون تحت الثرى؟ هل تأمنون ذلك؟ كم من العمارات في كل أنحاء العالم، في أوروبا وفي بلاد الشام وفي غيرها، تكون بناية جاهزة تنزل بمن فيها في باطن الأرض ويغيبها الله. من الذي يفعل ذلك؟ الله. هل أمنتم ألا يفعل الله بكم ذلك؟ فكيف تنسونه؟ أو يرسل عليكم حاصبا، ريح شديدة فيها حصباء صغيرة تقتلكم جميعا، ينطركم بحجارة صغيرة وكبيرة فتموتون، ثم لا تجد لكم علينا وكيلا، لا يستطيع أحد أن يتوكل وينقذكم من عذاب الله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه، أي في البحر، تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ الريح عندما تذكر مفردة يراد بها الريح التي فيها عذاب، وأما الرياح فالرياح التي فيها نور، فيها رخاء وأمطار ومنافع للإنسان. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، أي بما سترتم نعم الله وعرضتم عن طاعته، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، لا يستطيع أحد أن يتبع آثاركم ويتبع من قتلكم، لأن الله هو يحيي ويميت، ولا يستطيع أحد أن يسأله عن فعله، فهو يفعل ما يشاء بخلقه. ولقد كرمنا بني آدم، ما يظن الإنسان أن الله خلق الإنسان من أجل أن يعذبه، ما يفعل الله بعذابكم، لا، خلقكم مكرمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حملناهم في البر بما خلقنا لهم من الأنعام، الإبل والحيوانات الأخرى، الخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، خلق لنا السيارات والطائرات، هذا في البر. وفي الجو قد يقول قائل إن الطيران فعله الإنسان، لا، الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى للإنسان عقلا حتى يقلد الطيور ويطور شيئا فشيء ويجرب حتى يسخر الهواء ليركبه. الخالق هو الذي خلق الهواء وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فخلق لكم ما تركبون به في البر وفي البحر وفي الجو، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، الطيبات اللذائذ والطيبات التي فيها نفع. كل ما خلقه الله من طعام الإنسان فيه ما ينفعه، من بروتين ومن غيره ومن غيره ومن
أمور خضراء ومن أمور فيتامينات ومن كذا، كل ما يحتاج إليه جسمه خلقه الله على وجه لذيذ يتفكه فيه ويأكله ويتلذذ في مطعمه ومشربه وينوعه حتى لا يمله. فهذه الطيبات من الذي أعطاه إياها؟ الله، ورزقكم من الطيبات وفضلناكم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لم يخلقه حمار مسخر لركوب غيره. بمناسبة التسخير والحمار أذكركم بأن اليهود الذين تصهينت حكومات كثير من أهل الأرض في أوروبا وفي أمريكا وغيرها، تصهينت يعني أصبحت حميرا لليهود. اليهود أيها الإخوة اسألوهم وافتحوا واسألوا الخبراء في دينهم، هم عندهم في التلمود أنهم شعب الله المختار، وأن بقية الناس الحويم الجهيم غير اليهود، يعني حمير خلقهم الله مسخرين لهم. أي إنسان عاقل يسمع هذا يرضى؟ واليهود تقول لها دولة يهودية. أما المسلم تثور المؤامرات عليه أنه يفعل كذا وأنه بده يجبر الناس على الإسلام. ما يجبر أحد على الإسلام يا أخي، عاشوا معنا غير المسلمين مئات السنين ولم يجبر أحد على الإسلام أبدا، إنما يأخذ الناس حريتهم عندما يقام حكم الله في أرض الله. من شاء أن يكون يهوديا، ومن شاء أن يكون نصرانيا، ومن شاء أن يفعل ما يشاء، على أن لا يصادم بتصرفاته حقوق فرد من أفراد المجتمع. هذا هو دين الحق الذي يخوفكم منه شياطين الإنس والجن. الله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى كل خير وكرمهم بالتحرير، أن يتحرروا من العبودية لغيره. هذه أعظم تكريم للإنسان. لم يخلق الله إنسان مسخر لإنسان كما يقول اليهود أن الناس مسخرين لهم، لا، الناس عبيد لله فقط وعزة في المجتمعات الإنسانية. اليهود تسعى بأساليبها المعقدة أن تعبد الناس لها بأساليب غريبة. اقرأوا بروتوكولات حكماء صهيون كيف يمهدون للأنظمة الدكتاتورية التي تعتمد على رجال الأمن لتأخذ كل إنسان مخالف من بيته وتفعل به ما تشاء حتى ترهب الناس فيخضعوا لسلطان هذا الطاغية، وهذا الطاغية هو يخضع لسلطان اليهود بشكل غير مباشر. هكذا يخطط اليهود لحكم العالم. أين عقول الناس في العالم؟ أين عقول الشعوب حتى ينتبهوا إلى هذا؟ ينتبهوا إلى هذا الفساد وهذا الخطر العظيم الذي يخطط له اليهود ويعملون على إيجاده. بينما دين الحق دين الحرية الحقيقية، دين التحرير، لا إله إلا الله، يعني لا طاعة ولا عبودية إلا لله. فكرم الله بني آدم ومنحه الحرية، وهي أهم شيء في حياة الإنسان إن كان إنسانا. أما إذا رضي أن يكون حمارا كما قال لي أحدهم، يا أخي ربط الحمار مطرح ما أقول لك صاحبه، أنا مثل ما بقولوا لي بنفذ. إذا هو رضي أن يكون حمار، ولكننا لا نرضى أبدا أن نكون عبيدا مستذلين لفرد أو لجماعة. أول وأعظم تكريم من الله للإنسان حريته، ولقد كرمنا بني آدم بتحريره من العبودية لغير الله، وحملناهم في البر والبحر، سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ورزقناهم من الطيبات اللذائذ حتى يعيش سعيدا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلناهم على عالم النبات وعلى عالم الحيوان وعلى عالم كذا. كان الإنسان سيطر سيد هذا الكون بما سخره الله له وبما أعطاه من عقل وتفكير ومنهج سليم سوي ليعيش في هذا المجتمع مع غيره من البشر سعيدا. ولكنه عندما يعرض عن الحق ويستعبد غيره أو يكون عبدا لغيره يظلم نفسه بأن يجعلها في تعاسة في الدنيا، كما قلت مرارا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفي تعاسة في الآخرة حيث يجزيه الله تبارك وتعالى بنار محرقة والعياذ بالله تعالى خالدين فيها أبدا. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.